السلام عليكم إخوة، فيديو خفيف وظريف للإخوة تاعنا. هذه واحد جمعية خيرية، جمعية خيرية هذه مليحة. هم الأوقات اللي يحلوا فيهم، دوك فاهمكم واش دير الجمعية لسنين ثلاثة لأربعة. هاو النيميرو تاع التليفون باش تعيطو لهم. بيانفوني بوان داكسيو دروا، واش نوع هذا؟ بوان داكسيو دروا جاية في بواسي 78. الجمعية هادي واش دير؟ تعاون الناس، تعاون الناس، الناس على سبيل المثال حراقات، واحد عنده مشكل في كواغط ولا حب يعمر دوسي وما عرفش كيفاش يلايم الكواغط ولا يعيط لهذ الجمعية الخيرية. هم هما يورو له كل شيء. كاين دي زافوكا لداخل، ها جاية هنا قدام لابوليس، هذا الكوميساريا تاع لابوليس. تجي لهنا تعيط لهم في التليفون، عندك كاش مشكل تقول له فوالا حاب نحكم رونديفو مع محامي، محامي يقول لهم بلي عندي مشاكل في كوارط وما عرفتش نلايم الدوسي ولا دفع الدوسي ما قبلوليش الدوسي تاعي. تعيط لهم ويعطيو لك رونديفو مع افوكا باطل، ما تخلص والو تاع تيو. تجي لعندو تفهمو كاع واش كاين واش ما كاش، هو يشوف الدوسي تاعك و ويوقف معاك يعاونك في بعض الاحيان، وين يقدر يجي معاك كاع حتى لا بريفيكتور يكون عندك كاش مشكله ولا يكون شايف زعما بلي راهم حاقرينك ولا هاو يوقف معاك ويجي معاك لا بريفيكتور باطل وما تخلصوش. خل من دير افوكا تخلص 1200 اورو ولا مش عارف شحال، اروح لهنا باطل. الجمعيه خير هذه تجي كاع الناس، تجي ليها الناس اللي عندهم كواط ويجوا ليها، باسكو ماشي قادرين يخلصوا محامي 1200 اورو يجوا لهنا يعاونوهم باطل. جمعية خيرية هذه واسمها بوان داكسيو دروا جاي في بواسي. وكاين ثاني لاسيمات سقسيو عليها، معروفة لاسيمات هذه بوان داكسيو دروا. لاسيمات هما ممكن في كل بلدية في فرنسا، كاين جمعية خيرية تعاون المهاجرون والمهاجرات الحراقة والحراقات. هذه معلومة مليحة، لازم سامي ذاك يدير ليهم دور يسقسيه، يتعلم بزاف صوالح. ولا كش واحد على سبيل المثال، خطره واحد خدمت عنده، عندها قديمه هذه الحكايه في 2008 2008 ولا 2009، خدمت عنده واحد وما بغاش يخلصني. جيت مستربية بغاش يخلصني، كل خطره يقول لي غدوه غير غدوه، ما كل لا تروح للعوف. جيت عيطت لهم، عيطت لواحد المحامي قلت له واش كاين واش كاين، عطى لي رونديفو رحت لعندو قلت له بلي خدمت وما حبوش يخلصوني. قال لي شكون؟ عطيت له لادريس، قال لي شوف جيب لي زوج شهود ندوه لا جوستيس. هذه دولة حق ماشي زعما تمسخير ولا. قال لي روح جيب لي زوج شهود باللي خدمت عنده وما خلصكش. قال لي نبعث له بريه انا، قال لي لا ما جاوبنيش قال لي واش، قال لي شتقول به ندوه لا جوستيس يخلصها غاليه. من بعد عاود وليت لعند السيد قلت له ودي خلصني يا اما دير فيك حاجه ماشي مليحه. من بعد قال لي صبر عليا شي يابا من بعد خلصني. على كل حال الحمد لله. من بعد عيطت لي زافوكا قلت لهم بلي فوالا فراس خلصني و ما كلها نروحو بعيد في القضية هذه. المهم جمعية خيرية جاية في بواسي، بعيدة واحد 20 مينوت على باري. أيضا لي ما عندوش جمعية خيرية قدامو، جي لهاد الجمعية مليحة بزاف، فيها بزاف لي زافوكا، فيها واحد 6 ولا 7 لداخل ويعاونو الناس. والله غير يعاونو، كاين ناس عندي صحابي بكواغطهم حصلوا واحد الحصلة ما نحكيلكمش. كواغطهم عندهم مشاكل ما قدروش يديروا لي زافوكا بالدراهم، جاو لهنا وقفوا معاهم. زافوكا باطل، كلش باطل. انا فيديو خفيف وخليكم كيفما زدت بالي كش عارف ثاني زدت نحطها لكم ان شاء الله. هذه هي بواسي المدينه تاعي تواصل شكون غير هنا معايا. هاذا تهلاو في روحكم وعن قريب ان شاء الله روحوا الجمعيات. الله غير مريح فيهم الخير، لا ما فيهم الخير بزاف. أي المهم السلام عليكم وعلى خير.